ليش أنا أسوي قهوتي في البيت؟ وكثير مثلي يسوونها بالبيت. أسويها بنفسي لأني أستمتع، هذا أولاً. ثانياً، أعرف أتحكم في النتيجة النهائية لطعم الكوب، وهذا اللي أبيك أنت توصل له، أنك تحكم بالنتيجة النهائية، أنك تشرب مزاجك واللي أنت تشتهيه. خلونا نعرف وش الأشياء الضرورية اللي أحتاجها عشان أحضر كوب قهوة مختص. بكل بساطة، ميزان، عندك عدة خيارات، كوب، حطيت لك كوب لأنه أوفر لك من السيرفر، قمع وفلتر وطاحونة، وعندك الغلاية، عندك هذه غلاية كهربائية وبريك صب، أو عندك بريك الصب العادي، هذا تحط فيه من الغلاية أو من أي مصدر ماء حار. والأدوات هذه متوفرة في كل مكان، وعندك عدة خيارات، شوف وين نفسك ترتاح وخذها من المكان اللي أنت حاب. أول شيء خلونا نعرف وش معادلة القهوة. القهوة النسبة الأكبر فيها هي الماء، كمية كبيرة من الماء تدخل في القهوة. المعادلة هي كل جرام قهوة كم يقابله من الماء. نبي نسولف بشكل بسيط جدا وبدون أي تعقيد. الغالب إن كل 1 جرام من القهوة يقابل 15 ملي من الماء، والملي نفس وزن الجرام، يعني 15 ملي هي 15 جرام. وعلى هالأساس تقدر تخفف قهوتك أو تثقلها. عرفنا وفهمنا وش المعادلة. طيب الحين كم بحط هنا وكم نبي نطحن؟ بحط 20 جرام، لأني أبي الكوب النهائي 300 جرام. كيف حسبتها؟ ضربت 20 في 15 اللي هي كمية الماء، يساوي 300 ملي من الماء، يعني كوبي أبت قهوة على 300 ملي. طبعا يفضل دائما انك تستخدم ميزان يكون فيه مؤقت توقيت. انا احط القمع، بعدها الفلتر. الفلتر شيء مهم وضروري، انا بالنسبة لي في ناس ما يعتمدونه، لكن انا معتمده جدا كثير، اللي هو غسيل الفلتر. ليش اغسل؟ عشان اسخن الوعاء نفسه، وعشان انظف لو في بالفلتر شوائب او شيء. طبعا الموية حقت غسيل الفلتر اتخلص منها، ثم اضيف القهوة. اصفر الميزان عشان اتأكد بس هذه قهوتي. اضفنا قهوتنا على الوزن المطلوب اللي هو 20 جرام. كلش جاهز الحين، غاسلين الفلتر ومسخنين وكل شيء. يبقى لنا موضوع الصب. والصبات لكل مدرسة ولكل مزاج ولكل طريقة. الطريقة اللي أنا أفضلها أنك ترطب الصبة الأولى، تصب دبل الكمية. كم حطينا هنا؟ كم جرام قهوة حطينا؟ نصب دبلها، يعني حطينا 20، نصب 40، بعدين نوقف لمدة 30 ثانية، بعدين نكمل الصب. والصبات الباقية نقسمها على 60 60 60، إلا آخر واحدة تبي تصير 80. يعني قسم صباتك على 4 صبات غير الصبة الأولى، يفضل ذلك. الصبة الأولى هي مهمة جدا. الحمضية، دائما الحمضية في القهوة تستخلص أول شيء أول ما تصب. الحين نكمل. يفضل اني اكون استخلصت من 2:40 الى 3 دقائق وربع، يفضل هذا.